السلام عليكم المتتبعين، لاباس عليكم بخير، صحتكم لاباس، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة يا ربي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم رغيفات، طحين ديال القمح الكامل، طحين الكامل إن شاء الله، ولكن هذه عزلت ليه الغبرة ديالو، طحين ديال الدار اللي مصايب على اليد، هادو جوج زليف بهادي عبرتهم بهاد الزلاف. الزليف مسوحين ماشي عامرين بزاف، هنايا كاين هاد التلافة فيها النص فينو والنص فورس، هاهو كاينة هنا خمارة، كاين حلوة، كاينة فانيليا، كاينة شوية الملحة. ملحة عينك ميزانك ما كنديش لها العبارة، وشوية العسل، أنا كاين اللي كيدير السكر سنيدة، أنا غندير معلقة العسل الأحسن، كل واحد واختيار ديالو. والماء الدافي إن شاء الله في حول الله غادي نخلط هادشي، بسم الله توكلنا على الله. ها هي العجينة، القوام ديالها كيف كيجي، دلكتها مزيان، دابا هي مزيانة، دابا غادي نقطعها هكا كريسات ونحطها تت ونبدا نورق فيها ونسمنها، ندير لها الزبدة ها هي، وعاد شي ثلاثة المعالق ديال الزبدة كبارين. الزبدة الرومية ديال العبار والزيت، الزيت ما غنديروش كله حسب اللي غيكفاني وصافي، الزبدة غندوبها ونخلطها هي والزيت وغنسمن بها، والطحين ديال القمح ملي كنورق كنطلق الطحين هكايا نورق به ما بين التنية والتنية ديال الكريسة. وها نتوما معايا المتتبعين، انا غادي دابا ندوب هاد الزبدة ونكمل معكم الطريق. الرغيفات غنديرو كبارين شوية، الطحين لي غادي لي غنورق غادي ندير الطحين، ندردر الطحين غندير فيه الخمارة ديالي في الحلوى، نورق بيه بسم الله على بركة الله. دابا نخلط هنا الزبدة والزيت، نطلقها فوق الخامة إن شاء الله، نشعل التوريق حتى يكون مورق مزيان. بسم الله، أول وحيدة أنا غادي نصيبها، بسم الله، مجهداش العافية، دايرة القياس ديال ما تكونش تشوط مية وصافية بشوية.
انتما متتبعين، انا غادي نكمل طريقه الطياب ونقدم معكم تقديم النهائي ان شاء الله باذن الله تعالى. طابت بارك الله، شوفوا يا المتتبعين، شوفوا تبارك الله جاب حلول زوينه، صلاح النبي ما شهيتكم فيه. شفتوا المتتبعين، ها هو الرغيف ديالنا وجدوا، ها انتما شوفوا كي جاو، جاو زوينين تبارك الله. نمشيو حيده تشوفوها، جا مرق وزوين مكروش. مزيون، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه ويجيكم زوين، ودعمونا ودروا لنا لايك، ونتمنوا الخير للجميع ان شاء الله، فضلا ليس امرا، نتمنى لكم الخير ليا ولجميع القناه قناتكم، ودفعوا بيا زيدوا بيا القدام ان شاء الله باش القناه تنفعل وتجيب الخير، وهذا اللي كاين. والسلام عليكم، ونتلاقاو بالفيديو الجاي ان شاء الله يا رب العالمين، وهذا ما كان.